في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الأشقاء من أهالي غزة، استقبل معبر رفح البري اليوم 90 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من مواد غذائية وإغاثية وطبية، وسبع شاحنات محملة بمشتقات بترولية اتجهت إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وفي ذات السياق، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية في إجراءاتها التعسفية من رفض لعدد كبير من الشاحنات والمساعدات المقدمة إلى المدنيين بقطاع غزة. مزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. في هذه المتابعة لتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نرصد من أمام معبر رفح البري مشهد المساعدات الإنسانية، حيث استقبل معبر رفح البري اليوم 90 شاحنة اتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم وقامت بتفريغ حمولتها وعادت مرة أخرى إلى الأراضي والمعابر المصرية. هذه الشاحنات التي لاقت خلال الأيام السابقة وحتى اليوم حالة من التعنت والرفض الإسرائيلي تجاه العديد من الشاحنات المختلفة، عاد إلى الأراضي المصرية من هذه الشاحنات 10 شاحنات محملة بالمواد الإغاثية والغذائية، وأيضا هناك ما لا يقل عن 7 شاحنات محملة بالمشتقات البترولية مرت من معبر رفح البري اليوم باتجاه منفذ كرم أبو سالم، ومن ثم دخلت إلى قطاع غزة. أما عن باقي هذا المشهد، هناك سماع لذوي انفجارات على مدار اليوم في مناطق متفرقة من غرب وجنوب مدينة رفح الفلسطينية، مما ينذر باستمرار سقوط المزيد من الشهداء والمصابين والجرحى. وإذا تحدثنا أيضا عن تقليص للمساحات الأمنة والإنسانية داخل قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتشار موسع للمناطق الخاصة بإخلاء المواطنين، فهناك حالة من الإخلاء الجديدة لأكثر من 18 منطقة داخل جنوب غزة تحديدا. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المواطنين من هذه المناطق وتقليص المسافات والمناطق الأمنة الإنسانية الخاصة بالمساعدات الإنسانية على مدار اليوم. هذا هو المشهد، وعودة إليكم مرة أخرى.